بالعلم تضيء الحياة، به تستهل الدروب، ونسمو بفكر العقول، بالذكر تنير القلوب. تذكر تفكر تأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأجمل تحية من هنا من جامع الشيخ زايد الكبير. يأتيكم برنامجكم وذكر الذي يأتيكم كل سنة كما تعودتم، يتواصل مع حضراتكم، يجيب على أسئلتكم المختلفة الفقهية منها والشرعية لمدة ساعة كاملة إن شاء الله، 7 أيام في الأسبوع، أي طوال أيام شهر رمضان المبارك، من الساعة 5 وحتى الساعة 6 مساء كل يوم على الهواء مباشرة متواصلين. وبداية وقبل كل بداية وكأسرة برنامج وذكر، ننتهز هذه الفرصة الثمينة لننقل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بحكومتها الرشيدة وشعبها الأصيل والمقيمين الأفاضل وكل من يعيش على أرض هذه الدولة المعطاء. دمتم بخير، و طبعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد الواعظ الأول والمفتي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بكم يا سيدي ومرحبا في أولى حلقات برنامج وذكر. حياك الله دكتور مسالم، سعيدين بوجودك دائما معنا، وأنا سعيد. أهلا بكم ومرحبا في هذا المكان الطاهر المبارك وفي هذا البرنامج المشع المضيء الذي وفيد الجميع، جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله. طبعا حلقتنا لهذا اليوم بعنوان أتاكم شهر الخير، طبعا باب الاتصال مفتوح لحضراتكم أيها السيدات والسادة، ستشاهدون الأرقام واضحة على شاشاتكم كما هو موضح إن شاء الله الآن، أو سيوضح بعد قليل بحول الله سبحانه وتعالى إلى أن تأتينا الاتصالات وتبدأ تهل علينا. دعنا نتكلم سيدي عن هذا الشهر الفضيل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. دعنا نستنبط بداية من هذه الآية العظيمة الكثير من الأمور التي يعني يسعد بها الصائم بشكل عام. سيدي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله، اللهم صل وعلى آله وصحبه وكل من استنى بسنته واهتدى بهداه. في هذه الآية الكريمة يخبرنا الله سبحانه وتعالى بفرضية الصيام علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا نداء تهييجي، لم ينادي بيا أيها الناس أو يا أمة محمد أو يا، قال يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمنين. أي نعم، هذا الوصف اختصه من بين غيره من العبارات ليكون مهيجا لهم على الاستماع والإصغاء وامتثال هذا الأمر، هذا الفرض الذي سيخبرهم به. كتب عليكم، كتب في اللغة بمعنى وجب، كتب الشيء فرض. نعم. كتب الشيء بمعنى فرضه وأوجبه وألزمه، من معاني كتب. كتب في اللغة تأتي بمعنى شده وكذا وربطه، لكن هنا كتب بمعنى فرض وأوجب. نعم. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. الصيام هو مطلق الإمساك، صام عن الشيء أيا كان الشيء أمسك عنه، سواء كان صوم عن إمساك عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، إمساك إمساك الخيل عن العلف أو عن المشي، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. فالصوم هو مطلق الإمساك. جميل. لكن الصوم المراد هنا في الشريعة هو الإمساك والابتعاد عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كما كتب على الذين من قبلكم،
كل الأمم السابقة كان الصوم واجب عليها، كان فرض عليهم. أيضا نعم كان من الشرائع السابقة موجود، لكن التشبيه هو في الفرضية وليس في الهيئة وليس في الزمن. نعم، قد يكون صومهم يختلف عن صومنا في بعض الأجزاء، يختلف في الزمن، يختلف بالطريقة في المدة. يمكن نعم، إيه نعم. فالتشبيه في الآية إنما هو في الوجوب، في الوجوب أنه مفروض علينا الصوم كما كان مفروض على الذين من قبل، يفرض عليهم صيامهم من أهل الكتاب الذي الذي شرع لهم لعلكم تتقون. في خاتمة هذه الآية إشارة سبحانه وتعالى، إشارة تشمل جميع أبعاد الصيام. نعم، الكثيرة. فلعل في اللغة العربية لفظة لعل هذه الأداة تأتي للتعليل، لعلكم تتقون أي لتتقوا. لماذا فرض علينا الصيام؟ من أجل أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فلفظ لعل في اللغة العربية يستخدم للتعليل، للتعليل. نعم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله أي ليتذكر. هذا المصطلح استخدمه الله سبحانه وتعالى كثيرا في قرآنه الكريم. نعم، لعلكم تهتدون، لعلكم تعقلون. نعم، لعلكم أي لتهتدوا. فلعل هنا للتعليل، هنا تشعرنا هذه الآية أن الصيام ليس هو مجرد تعب ومشقة وجوع وعطش يتحمله الإنسان طيلة اليوم، لا، لأن الشريعة أصلا يسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فالصيام له أبعاد متشعبة، سواء كانت أبعاد روحية، نعم، أبعاد اجتماعية، صحيح، أبعاد اقتصادية، سلوكية، أبعاد اجتماعية، سلوكية. نعم، فالصيام كثير. نعم، فالصيام هو مدرسة يتعلم فيها الإنسان، يتدرب فيها على تقوى الله سبحانه وتعالى، يتدرب فيها على الصبر، كما جاء في الحديث أن رمضان شهر الصبر، شهر الصبر. نعم، فالإنسان يتعلم شتى المجالات، يتعلم التغلب على شهوات النفس، يتعلم مواساة الآخرين، يتعلم الصمود أمام صعوبات الحياة، يتعلم السيطرة على نفسه أمام الشهوات والمغريات. صحيح، فالصيام كأنه يزكي النفس، يطهرها، نعم، يذهب عنها الرعونات، يعودها على الابتعاد من النقائص ومن المدنسات. فالصيام أبعاده كثيرة، فقوله تعالى لعلكم تتقون هذه إشارة إلى تلك الأبعاد التي من أجلها الأخلاقية والسلوكية. نعم، والاجتماعية وكل الذي تفضلت فيه سيدي. صحيح، من أجمل اللطائف في هذا الشهر الفضيل بأنه شهر القرآن فضيلتكم. يعني عندما نسأل لماذا يعني فرض الصيام في هذا الشهر العظيم، نجد بأن الإجابة تأتي منكم دائما بأنه هو شهر القرآن، فيه نزل القرآن. دعنا نتحدث عن هذه النقطة لنعرف مدى أهمية قراءة القرآن سيدي في هذا الشهر الفضيل. لا شك أن شهر رمضان شهر عظيم اختاره الله سبحانه وتعالى وزكاه على سائر الشهور، فالله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض، سواء صحيح، كان زمان أو مكان أو إنسان أو حتى الأشياء كلها. سبحان الله، الفردوس هي أعلى مكان في الجنة، لم يخلقها الله على وتيرة واحدة في الفضل. مكة أطهر مكان، أحسن، لا شك، فضل بعضها على بعض. فرمضان فضله الله على سائر شهور السنة، وفيه خير ليلة، ولذلك اختاره لنزول هذا القرآن. سبحان الله، هذا النور العظيم، هذا الهدى الذي
أنزله الله دستورا باقيا خالدا لهذه الأمة على هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان الله. فالعضوية ما فالرابطة ما بين رمضان والقرآن رابطة عضوية، هو سبحان الله رابطة أصيلة، لأنه نزل فيه في ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما. ولذلك كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في رمضان كل سنة، كل رمضان. وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين في رمضان. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا أقبل رمضان يتركون كل شيء من أمورهم الأخرى، حتى العلوم، تعلم العلم، تعلم الحديث، يوقفون ذلك كله ويقبلون على رمضان، كما قال يقبلون على القرآن في رمضان، كما قال أنس رضي الله عنه كان المسلمون إذا قرب رمضان أقبلوا على مصاحفهم في شعبان. الله الله. يقبلون. الله الله. حتى الصحابة. في شعبان وليس في رمضان. قبل رمضان يتهيأ ويستعد. تهيئا لرمضان. كان مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إذا دخل رمضان يوقف دروسه، حتى دروس الحديث يوقفها ويقبل على المصحف. سبحان الله. كانوا لا يشتغلون بشيء في رمضان من التعلم ومن جميع العلوم إلا تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانوا يكثرون من تلاوة القرآن. نعم. فمنهم من كان يختمه في كل أسبوع مرة، ومنهم من كان يختمه في ثلاثة أيام، ومنهم من كان يختمه في اليوم والليلة، ومنهم من كان يختم في اليوم مرة، ومنهم من كان يختمه في كل ليلة ويختمه في يومها كذلك. يختم مرتين، منهم مرتين الشافعي في اليوم. نعم. منهم الشافعي رحمه. نعم. الله. نعم. كان يختم القرآن 60 ختمة ما شاء الله في شهر رمضان. يعني في كل يوم ختمتين. ختمتين معدل. نعم. ختمتين لليوم. هذا شوي صعب علينا. دعنا نأخذ اتصالات سيدي ثم نرجع إن شاء الله لموضوعنا. بداية معنا من العراق أبو موسى اللي تعودنا على سماع صوته في كل شهر رمضان. سلام عليكم يا أبو موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك دكتور؟ الله يبارك فيك. شو أخبارك أنت؟ عساك بخير. الله يطول عمرك. يشرفني يعني أول متصل إن شاء الله. أول متصل، نسعد فيك. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. الله يطول عمرك. تفضل يا أبو موسى. الله يحفظك يا زايد. أولا الله يرحم شيخ زايد. آمين يا رب. تحية لك ولضيفك الكريم، وهنا الشعب الإسلامي والعربي والشعب الإمارات حكومة شعبا بهذا الشهر المبارك. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. بالنسبة دكتور سؤالي فضيلة الشيخ، كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا، يعني المسلمين يقصد أو غير المسلمين، اللي آمن بالله مسلمين وغير المسلمين، يعني فرض على غير المسلمين من قال يا أيها الذين آمنوا، اللي يؤمن بالله أكو مسلمين وأكو غير المسلمين آمنوا بها الله. جميل السؤال. من غير الكتاب يعني مو. جميل. هاي أولا. نعم. وثانيا بالنسبة للتراويح. نعم. يعني فرض سنة واجب، و إذا واحد مثلاً بيته بعيد ما يقدر يروح أو لأمور أخرى ما يقدر يروح الجامع بالبيت يصلي. طيب. وأنا ممنون لكم وبارك الله بكم. مشكورين يا موسى، شكراً جزيلاً. الله يحفظك يا رب. نتمنى لك إن شاء الله صيام منها. صديق البرنامج أنا انتبهت داري، يعني أنا بشكل مباشر أنا انتبهت على اسمك وما قد سمعت صوتك يعني السنة هذه، لكن الله يسلمك. من شان البرنامج عندكم وذكر لفضيلة الشيخ طالب الرحمن. طالب. نعم. الله نعم. يطول بعمره. آمين آمين. يعني صار 14 سنة. نعم نعم نعم. الشيخ طالب بعد معانا بيكون من ضيوفنا الكرام.
الله يجزاك الخير يا ابو موسى، شكرا جزيلا، شكرا للمشاركه. يبلغ السلام، هو اكيد ان شاء الله يسمعك، اتمنى يكون يسمعك ان شاء الله. جزاك الله خير، شكرا يا ابو موسى. معنا محمد من الامارات، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا محمد، حالك؟ بخير. كيف الصيام وياك؟ بخير. انت شي صوتك واطي لانك مستحي ولا لانك تعبان من الصيام؟ شو؟ تعبان من الصيام. الله يعطيك العافيه حبيبي، الله يعطيك العافيه، تفضل شو سؤالك؟ سؤالي عندي سؤالين اذا ممكن. تفضل. السؤال الاول، هل المسواك يفطر؟ والسؤال الثاني، انا سمعت من الانترنت ان اي شيء يدخل داخل الجسم يفطر. فهل الرشاش يفطر؟ رشاش شو بالضبط؟ الحمام. تقصد الدش يعني؟ ايه الحمام. طيب الشاور يعني الواحد يغتسل يعني. طيب مشكور يا محمد، تابعنا عشان تعرف الأسئلة، الله يحفظك حبيبي، شكرا. طيب أبو موسى يسأل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني هنا خطاب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المسلمين وما قبلهم، يعني يسأل هنا يعني عن الإيمان أيضا وعن الصيام كيفيته. لا، هو من قبلكم هذا كان مكتوب عليه أصلا، كان مفروض عليهم أصلا. نعم. جاءتهم رسلهم عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. بفرضية الصيام وكانوا يصومون. صحيح. نعم. نعم. أما الخطاب الحين فهو خطاب للمسلمين بفرضية هذا الشهر. كل من آمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يتناوله هذا الخطاب. هل يتناول غير المسلمين؟ هذا مبحث آخر، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا يخاطبون بها حتى يسلمون؟ نعم. هذه مسألة أخرى. لكن الخطاب هنا أساسا موجه إلى المؤمنين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا. كل مؤمن، كل من يؤمن بالله ورسله يتوجب عليه هذا الخطاب. نعم. لكن كما كتب على الذين من قبلكم، هذا إخبار عما كان قد فرض على الأمم السابقة. الله يجزيك الخير. طيب. نعم. بالنسبة لصلاة التراويح يسأل، هي فرض أم سنة أم واجب؟ واللي بيته بعيد عن المسجد كيف يصلي؟ صلاة التراويح هي قيام رمضان. نعم. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان إذا استطاع الإنسان أن يقوم مع الناس في البيت، فهذا هو الأفضل في المسجد أقصد، فهذا هو الأفضل، يسمع قراءة القرآن والجماعة. نعم. وتشمله دعوات الإمام المسجد. ودعوات الجماعة وبركة المسجد. لكن إذا كان الإنسان بيته بعيد ويصعب عليه الذهاب إلى المسجد وقام في بيته، يحصل له هذا الفضل. قيام رمضان مستحب. نعم. مطلوب، لكن ليس واجبا، إنما هو مستحب، وقد سنه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، فقام بهم في مسجده 3 ليال أو 4 ليال على الخلاف. لكن أكثر شهور رمضان كان يصلي قيام الليل في بيته، كان يصلي التراويح في بيته لوحده عليه الصلاة والسلام. نعم. ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه قيام في المسجد بشكل منظم جماعي، إنما في بعض المرات النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المسجد التراويح، فصلى خلفه ناس. نعم. ليسوا كثيرين. فاليوم الثاني صلى في المسجد فصلى زاد العدد. زاد العدد. في اليوم في الليلة الثالثة أو الرابعة انتشر الخبر هكذا، فامتلأ المسجد بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم. فلما كان في صلاة الفجر قال، رأيت ما فعلتم أو علمتم ما فعلتم،
ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا خوف أن تفرض عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. خاف أن تنزل فرضي. يعني رحمة في المسلمين. معناه أنه تركت الجماعة بالتراويح في المسجد بقية حياة الرسول، وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، في خلافة عمر رضي الله عنه، في أثنائها خرج إلى المسجد فرأى الناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي وحده، والرجل يصلي ويصلي معه الرجل أو الرجلان، الرجل ويصلي معه الرهط، متفرقون في المسجد. نعم. فقال لو جمعتهم على إمام واحد. فقيه عمر. إيه، ورأى أنها قد أمنت فرضيتها، ما دامت لم تفرض في حياة النبي فلن تفرض بعد ذلك. صحيح. فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، فأسرج المسجد، وكان عمر رضي الله عنه أول من أسرج المساجد، أوقد فيها السراج، أضاءها، الله جعل الله فيها إنارة، أول من أنار المساجد هو عمر رضي الله عنه. فصار الناس يصلون قيامة الليل في رمضان، وهو ما يسمى بالتراويح، يصلونه في المسجد. لكن حتى بعض العلماء مثلا، نعم، المالكية يقولون إذا كان الإنسان يحفظ القرآن وتخلف عن المسجد لا يؤدي إلى تقليل جماعة المسجد وتعطيل المساجد، قد يكون الأفضل له أن يصلي في بيته التراويح. إذا كان يحفظ القرآن في هذه الحالة يكون أفضل أن يصلي وحده، لأنه صلاة النافلة أفضل ما تكون في البيت. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور. أي نعم، هذا حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة. تقصد الصلوات الخمس. خمسة. لكن كما ذكرنا هذا بشرط أن يكون مثلا يحفظ القرآن. وإلا في الأفضل أن يصلي مع الناس حتى يسمع القرآن طيل شهر رمضان. صحيح. لأنه أكثر المساجد كانوا يختمون القرآن في شهر رمضان. صحيح. يوزعون القرآن على ليالي رمضان كي يقرأ في مرة واحدة، حتى يكملونه في شهر رمضان من خلال صلاة التراويح. نعم. طيب، نأتي لسؤال محمد، يقول هل المسواك يفطر؟ المسواك في حد ذاته لا يفطر، والسواك في رمضان مستحب. إنسان يستاك، لكن ينبغي أن يكون السواك بشيء ليس له طعم يغير الريق، ليس له طعم حاد. نعم. مثلا لو أخذ المسواك العود الذي لا طعم فيه أو شيء يكون هذا أفضل، لكن أحوط وأفضل. نعم، أحوط وأفضل. لكن لو أخذ مثلا المعجون واستعمله لابد أن يكون يبتعد كثيرا من أن يصل شيء من هذا الريق المتغير إلى الحلق. نعم. حتى لا يفسد عليه الصيام. نعم. صحيح. يكون حذر حتى لا يفسد صيام. جميل. طيب، يقول أي شيء يدخل إلى الجسم يفطر. محمد، هذه القاعدة ليست هكذا، ليس كل شيء يدخل إلى الجسم يفطر. ولذلك مثلا الإبر في العضلة، الإبر في هذه لا تفطر الصيام. نعم. ليس كل أما الغسل فالغسل واجب، الرشاش وهذه الأشياء لا تفسد الصيام. فقد ورد أن عمر صلى الله عليه وسلم كان صائما كان يسبح في الماء من شدة الحر. الله. نعم. أكبر. نعم. فلا حرج لا حرج في السباحة، لا حرج في الاستحمام. نعم. إنما يحذر الإنسان من دخول الماء إلى من أنفه أو من فمه إلى الحلق وما إلى ذلك. إذا دخل الماء. نعم. بطل الصيام. إذا دخل الماء وغلب على الظن أنه وصل إلى الحلق. أما مجرد الحلق هنا، الحلق هنا هذا منتهى اللسان. خلاص، منتهى اللسان ما بعد اللسان. يعني بل الريق. نعم. ولذلك الصائم يتمضمض ويستنشق. نعم. لكن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا إذا كنت صائما.
الصائم لا يبالغ حتى لا حتى يبتعد عن الاستنشاق يمكن لأن هذا شيء يعني لا إراديا نعم. طيب نرجع إلى موضوعنا في أجتنا اتصالات إن شاء الله بناخذها وتوقفت سيدي عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل كل سنة إلا السنة الأخيرة. ماذا عن أيام شهر رمضان؟ نحن نسمع بأن أبواب الجنة تتفتح، يعني هل يعقل أن أبواب الجنة الآن مفتوحة سيدي عندما في هذا الحين عندما نتكلم وأبواب جهنم أغلقت؟ ما التعبير المقصودة من تتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار؟ جاءت أحاديث في هذا المعنى أن شهر رمضان تفتح في أبواب الجنة وتغلق في أبواب النار، وكما في الحديث الآخر أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء أو تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. على كل حال اختلفوا في معنى هذه العبارة. نعم. تفتح فيه أبواب الجنة، هل هي على حقيقتها وأن الجنة تكون أبوابها مفتحة فرحا بالصائمين تستعد لهم تنتظرهم بفتح أبوابها ليدخلوها، أو المراد بذلك بفتح أبواب الجنة هو العبادات؟ فأبواب الجنة هنا هي كناية عن العبادات التي يفعلها الإنسان في رمضان، لأن هذه العبادات كلها أبواب وسبل يسلكها الإنسان إلى الجنة، بمعنى أن رمضان شهر تتاح فيه كل العبادات من صيام من صلاة من زكاة من عمرة من كل العبادات، أنواع العبادات تضاعف وتفتح للإنسان، هي كناية على أن يعني الأجر مضاعف سيكون إن شاء الله. نعم، هو مجاز عبر بالسبب حتى في سورة الأعراف أعتقد هناك يعني تهديد من الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. نعم هذا والعياذ بالله هو أنه هؤلاء لا يصعدوا بأرواحهم إلى السماء، لأن الإنسان إذا توفي سبحان الله روحه إما أن تصعد إلى أعلى عليين وإما أن ترد إلى سجين تحت الأرض السابعة، والعياذ بالله والعياذ بالله. هكذا جاءت الأحاديث بذلك أن الإنسان حينما تخرج روحه وتكون حياة البرزخ هناك يعني. نعم، هناك ملائكة كرام يستلمونها مباشرة. طيب. لديهم كفن من حرير، خرق من حرير يستلمون. صوم كذلك أيضا لا يجب عليه القضاء، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. مثلا قيمة الإطعام هي 10 دراهم. نعم. عن اليوم الواحد. الله يجزيك. كان أنس رضي الله عنه لما كبر وصار الصوم يشق عليه. خلي أحمد تسمع، اسمعي يا أحمد، هذا أنس بن مالك. أنس بن مالك. أنس بن مالك لما كبر. نعم. وصار الصوم يشق عليه صار يفطر ويطعم، كان إذا استهل رمضان يأخذ 30 مسكين
ويطعمها ويتوكل. فيعني ما في داعي أنها تصوم لأنها ستجهد نفسها وتتعب نفسها. إذا ما في داعي. كان الصوم يجهدها ويشق عليها. وما جعل الله عليكم في الدين من حرج شيء. وكانت إذا فعلت وتفعله بمشقة وتكلف لا ما جعل عليكم في الدين من حرج. عليها أن تطعم. وتطعم مسكين عن كل 300 درهم عن كل الشهر تخرجهم مرة واحدة أو على أقسام كما يحلو لها. أحسن. طيب أسماء من الأردن تسأل عن مسألة الحيض عندما يأتي كم من يوم ثم ينقطع ثم يأتي. نعم. كيف تصوم بالنسبة كيف؟ لموضوع الدورة الشهرية. نعم. لا بد أن نفصل فيه شيئا ما. تفضل. إذا كانت المرأة دورتها غير منتظمة. نعم. تتقطع يوم يجيها أو يومين أو ثلاثة وينقطع يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يعود. نعم. في هذه الحالة عليها أن تلفق كل الأيام التي تجد فيها شيئا من الدم. كل يوم جاءها الدم تحسبه. تحسبه. الأيام اللي ما فيها شيء تلغيها. ما هذه يعني تعتبر طهر. لا تقضيها يعني. لا هذه تعتبر طهر عليها أن تصلي فيها تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. كل يوم انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي. إذا انقطع عنها قبل الفجر تصبح صائمة. إذا لم يأتيها الحيض حتى غربت الشمس يومها صحيح. جميل. لكن تلفق هذه الأيام التي ينزل فيها الشيء. كل يوم نزل فيه شيء من الدم تحسبه من العادة. فإذا أكملت عادتها لنفترض أن عادتها كانت 8 أيام. نعم. تزيد إذا استمر عليها تزيد 3 أيام فقط. 3 فقط. ثلاثة أيام من أيام الدم. نعم. من أيام الدم. فإذا زادت 3 أيام ولم ينقطع تغتسل وتصلي وكل ما جاءها بعد ذلك تلغيه. ليس حيض يعتبر استحاضة. الدورة المقبلة نفس الشيء تزيد 3 أيام. إذا زاد عن ذلك تغتسل وتصلي. نعم. فإذا أكملت 15 يوم. نعم. وصلت عادتها ل 15 يوم. نعم. خلاص الحيض لا يتجاوز 15 يوم. نعم. كل مرة دائما تحصل 15 يوم من الدم سواء كانت متوالية أو متقطعة ما بعدها تغتسل وتصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهر وما عليها يعتبر استحاضة. نعم. كل ما تجده يعتبر استحاضة حتى تكمل 15 يوما. بعد 15 يوم تكون دائما تراقب هذا الدم اللي ينزل عليها. إذا كان نفس الدم باقي ومستمر على حاله يعتبر استحاضة. إذا ميزت أنه تغير عن الصفة الأصلية تغير صارت تشعر بألم صار اللون متغير. نعم. لاحظت بعض مواصفات الدورة طرأت عليه لا هذا صار حيض تجلس وتبدأ عادتها حتى تكملها حتى تكمل 15 يوم مثلا وتبتدي بعد لأن أكثر شيء هو 15 يوم أكثر شيء في الحيض 15. تقضي هذه الأيام شيخ ولا لا تقضي هذه الأيام تقضي صومها تقضي صومها بعد تقضي صلاتها. نعم. صوم الحائض تقضي الصوم. هل هذا في المذهب المالكي فقط أم أنه في كل المذاهب بالنسبة يعني لهذا التفصيل اللي ذكرت أساسا في المذهب المالكي. نعم. وكذلك الشافعية أيضا قريبين ما شاء الله متابعين الآن من كل أنحاء الدنيا قريبين من هذا وجب يعني تفصيل عموما الحيض عند الجميع لا يتجاوز 15 يوم. نعم. إذا أكملت المرأة 15 يوم ولم ينقطع عنها تغتسل وتصلي وتصوم وتبقى تصوم وتصلي حتى تكمل 15 يوما. بعد 15 يوم تراقب الدم إذا بقي على حاله فهو استحاضة. إذا تغير ببعض مواصفات الدورة لا صار دورة تغتسل وتصوم. فدائما هي تحرص على أنها في فترة تقطع الحيض عند المالكية في الفترة الأيام اللي يتقطع فيها الحيض أنه كلما انقطع عنها في أوقات الصلوات تغتسل وتصلي. جميل. وكذلك إذا انقطع عنها قبل الفجر. جميل. تصبح صائمة. نعم. الصوم لا يشترط له الغسل. صحيح. حتى ولو طهرت
ولم يشترط له النية بس تكفي النية قبل الفجر. طيب. تنوي قبل الفجر وتكمل صيامها إذا لم ينزل عليه شيء إلى أن غربت الشمس صيامها صح. الله يحفظكم يا شيخ. معنا اتصال آخر من أم خالد. أم خالد السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا أم خالد، يا أهلا وسهلا. كل عام وأنت طيب أمي. وأنت بخير وصحة وسلامة، الله يحفظك ويطول بعمرك. طول بعمرك وعمرك طويل. كل عام وأنت طيب الشيخ. الله يحفظك ويعافيك. يا أهلا وسهلا. بغيت أمي أنا أكل دواء عندي بسم الله عليك الغبة يعني مريضة بعد الشهر عليك. نعم الله يشافيك. أكل دواء الساعة 6، أكل دواء الساعة 7، الساعة 8 الصبح الظهر. ما أعرف أنا صايمة أنا صمت، بس الدكتور يقول لا تصومين. بس هذه كلمة قلتيها الله يحفظك يا أم خالد ويطول بعمرك ويشافيك ويعافيك. قلتي الدكتور يقول لك لا تصومين لأن أنت عندك دواء الصبح وعندك دواء العصر وعندك دواء المغرب، فهذه هي الكلمة اللي ترياها. الله يحفظك يا رب ويشافيك ويعافيك يا رب. إن شاء الله يعافيك يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين أم خالد. كل عام طيب مرة ثانية. وأنت طيبة الله يحفظك يا رب. الله يخلي يطول بعمره يا رب. الله عمرك طيب. بالدواء بني نازل أنا ولدي ما أقدر أقول ولدي يعني وجه هذا ما الفطر صايم يعطي يعني، بس أنا ما أقدر يعني الآن صمت الحمد لله يعني 25 يوم صايمين. ما شاء الله عليك تبارك الله. الحمد لله. نساء الإمارات بطلات. بطلات ما شاء الله عليهم بطلات. الله يحفظكم يا رب. الله يطول بعمرك يا أم خالد. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الاتصال. الله يبلغ سلامك. راشد سلام عليكم. أخ راشد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخوي، كل عام وأنت بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟ الله يطول ويسلم عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك الله، الله يحفظك. الأستاذ راشد تفضل. تفضل يا أخوي. أولا شيخ أريد منك السموحة، أنا مو عرب، لو في شيء مزعج في الكلام أريد منك السموحة من الآن. ما في شيء مزعج طبعا بإذن الله، الله يحفظكم إن شاء الله. أشكرك على ذوقك. تفضل. عندي استفسار. تفضل يا أخوي. الصلاة، أنا سمعت من كثير من الناس يقولون، بل كثير من العلماء يقولون إذا واحد ما صلى تقريبا قل 20 سنة والحين هو يبى يصلي يقضي أو لا يقضي، كثير من العلماء يفتون يقولون لا يقضي، بل لأنه بيتم طول حياته يصلي. إيه بل نعم. يقول يعني اتوب الى الله استغفر وعفو نعم. الله عما سلف. هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ ان شاء الله. في عندك شيء ثاني يا اخوي راشد؟ لا ماشي. اشكر الله يحفظك يا رب، شكرا جزيلا على التواصل. كل عام وانت بخير يا اخوي. نعم أنت بخير. الله يسلمك يا رب. طيب أم خالد الله شافيها ويعافيها إن شاء الله، يعني أيضا ما تصوم ينطبق عليها ما قيل لأم أحمد صحيح؟ بالنسبة لها ما تقدر تصوم لأن عندها دواء في العصر، عندها دواء المغرب، وعندها دواء يعني أوقات مختلفة من اليوم. لا هذه والطبيب قالها لا تصومي. ما دامت الطبيب قالها لا تصومي عليها أن تأخذ بإشارة الطبيب، لأن الإنسان في مجال الصوم لا بد أن يأخذ بإشارة الطبيب. صحيح. رأي الطبيب شيء أساسي. نعم. توجيه الطبيب ونصيحته في الصوم هذه معتبرة شرعا، فإذا وجهها إلى عدم الصوم فعليها لا تصوم، خاصة أن عندها 3 جرع من الدواء تأخذها يوميا. صحيح. ما دامت هذه الجرعة لابد أن يبقى المسافة ما بين جرعتين هكذا، لا يجوز، لا يمكن تقديم إحدى وأيضا جرعتين. يعني الدواء يحتاج إلى غذاء في هذه نعم. الحالة عليها أن تفطر. وإذا تطعم؟ لا هو المريض لا يطعم هو له الإفطار، لو تمكن من القضاء في المستقبل يقضي، إذا لم يتمكن لا شيء عليه. الله يجزيك الخير يا فضيلة الشيخ. نعم. طيب سؤال الأخ راشد سؤال طيب. يقول شخص لم يصلي 20 سنة والله سبحانه وتعالى هداه وبدأ يصلي، هل يقضي 20 سنة هذه اللي مضوا؟ والله هذه المسألة اختلف فيها العلماء. الحمد لله أنهم اختلفوا فيها. نعم. فمن العلماء من يقول عليه أن يقضي هذه الفترة لكن حسب استطاعته. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. ما دام الإنسان تاب
ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فالتوبة مقبولة. صحيح. عليه أن يبذل ما استطاع من جهد في قضاء ما مضى، فيصلي مع كل صلاة صلاة أو صلاتين وهكذا حسب وقته وحسب استطاعته، وطبعا مع مراعاة ظروف عمله، ظروف معاشه، صحته الجسمية، راحة بدنه، هذه كلها. وعليه دائما إنه ما كان يصلي أو ما ابتدأ صلاته من النوافل عليه أن يصلي مكانه فرائض. لأنه لا تتنفل من عليه القضاء. نسمع في حديث الشريف يا شيخ أن في صلوات تعد بخمسين ألف صلاة وبعشرين ألف صلاة، هل إذا ذهب إلى هذا في الأجر وليس في الأداء، هذه لا تقوم مقام الأداء، لكن في هذه الحالة لا تقوم مكان الأداء، لا تقوم مقام الأداء. لا لا، لكن بعض العلماء قال لا، هذه الصلوات التي كثرت لا شك أن التكليف الإنسان بقضاءها فيه نوع من تكليف ما لا يطاق. صحيح. والشريعة لا يوجد فيها مثل هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على الإنسان أن يتوب ويقبل على الله ويشتغل، يحافظ أولا على الصلوات في المستقبل، ويكثر من النوافل وفعل الخيرات. إن الحسنات يذهبن السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبهذا يعني إن شاء الله نفساً إلا وسعها. نعم. فبهذا إن شاء الله يكتفي. هذا القول لا مانع أن يأخذ الإنسان بهذا القول، لأن هذا القول لا شك أنه أوفق وأنسب لسهولة الشريعة ومقاصدها، وأنه الإنسان إذا تاب يمحو الله خطاياه بالتوبة، والتوبة مثل الإسلام يجب ما قبله من حيث الإثم مثلا. لا شك، صحيح. لكن القول الأول لا شك أنه أحوط لمن تيسر له. نعم. فنقول القول الأول أحوط والقول الأخير أقيس وأوفق لمقاصد الشريعة. ولكن يعني على كل يعني حال. الشيء الذي يطمئن بأن العلماء قد اختلفوا على هذه المسألة. لا شك، هذا شيء شك. يطمئن الشخص الذي كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ويرجع. لا شك، ويشجعه على المحافظة على الصلاة في ويشجع المستقبل. غيره أيضا يعني. لا. بعض الناس لا. يقول لك والله أنا إلى عشر سنوات مثلا ما صليت، في هذه العشر سنوات أنا شو بسوي يعني، بتم أصلي طول حياتي. لا لا، هو الجميع متفقون أنه إذا تاب تقبل توبته. صحيح. وأنه إن شاء الله الإثم ساقط عنه، لكن هل يطلب منه شرعا أن يقضي حسب استطاعته وحسب وقته، أو لا يطلب منه أصلا؟ عليه أن يحافظ، وعليه أن يكثر من النوافل ليكسب الحسنات التي تذهب عنه السيئات السابقة. الحمد لله، هذا على كل حال. جميل. نعم. تكلمنا سيدي في بداية الحلقة عن أهمية قراءة القرآن وعن أهمية شهر رمضان وعن بعض هذه الأمور. ما هي أفضل الأمور أيضا بعد قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل؟ لا شك أن هذا الشهر هو شهر الصيام، وأفضل شيء بعد قراءة القرآن، بعد الصيام وقراءة القرآن، لا شك أنه إطعام. هو العبادة المتعدية. العبادة المتعدية هي المنافع التي تتعدى إلى الآخرين. ليست فقط مجرد قرب ما بينك وبين الله. جميل. نفع الآخرين، البذل في هذا الشهر والعطاء، فدائما المنافع المتعدية أجرها أكثر وأعظم. وهذا الشهر شهر البذل وشهر العطاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في غير رمضان، لكن كان في رمضان يحطم كل المقاييس. الله الله. كان سبحان الله. وكذلك الصحابة، كان يحض الصحابة على تفطير الصائم، وأن من فطر صائما فله مثل أجره
فحتى ولو كان قالوا ليس لكلنا ما يطعمه، قال حتى ولو بتمرة جرعة من ماء ونحو ذلك حسب استطاعة الإنسان. فهذا ما شاء الله الموائد كما يوزع هنا في مجد في جامع الشيخ زايد الكبير، أكثر من 50,000 وجبة تبارك الرحمن. ما شاء الله، الحمد ما شاء الله، الله يتقبل، الله يجعله في ميزان حسناته. آمين يا رب، آمين. ويضاعف له أجوره. اللهم لك الحمد. سبحان الله، الصدقة الجارية وولد صالح سبحان الله يكسب به الأجر، وهذا شيء عظيم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فسبحان الله العظيم من الأعمال المهمة في هذا الشهر كما قلنا المنافع المتعدية، الإحسان إلى الآخرين. ماذا عن اجتناب الكبائر؟ تعين الإنسان. نعم، اجتناب المحرمات بشكل يعني عام، أما اجتناب الكبائر بشكل خاص. لا شك أن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات، العبادات فيه تضاعف، معنى أنها تزداد عدديا. نعم، لكن هل الكبائر والسيئات تتعدد تتضاعف؟ السيئة بمثلها أم السيئة تتضاعف أيضا؟ السيئة لا تتضاعف، لكن يزيد إثمها، يزيد إثمها، تنتفخ وتكبر، والعياذ بالله، والعياذ بالله. لأن الأماكن المقدسة والأزمنة المعظمة هذه كلها المعصية فيها أعظم من المعصية في غيرها، أعظم وزرا. فالوزر يكبر والإثم يزداد والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يبتعد في هذه المواسم العظيمة من في جميع حياته من المخالفات، لكن خاصة في هذه المواسم. طيب. العظيمة التي يتضاعف فيها، التي يكبر فيها إثم المعصية والعياذ بالله. أنا أشكرك فضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد على هذا الشرح الجميل والطيب لنا وللسادة المشاهدين من خلال البرنامج أذكر، ونتمنى لك إن شاء الله صياما مقبولا وإفطارا شهيا. ولكم المثل إن شاء الله، الله يحفظكم ويبارك. وأيضا باسمي وباسم أسرة البرنامج نشكركم مشاهدين الكرام على كل من اتصل وتابعنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء غدا بحول الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم تضيء الحياة، به تستهل الدروب، ونسمو بفكر العقول، بالذكر تنير القلوب. تذكر تفكر تأمل، وسارع هيا النور وعمل، بالعلم حياتك أجمل. وذكر تذكر تفكر تأمل، وسارع هيا النور وعمل، بالعلم حياتك أجمل. وذكر.